وسهلا بكم اخواني واحبابي الاعزاء، معكم الفنان توفيق الذهبي في سلسله تعليم اورغ في البرنامج التعليمي للاورغ باشهر الاغاني العربيه والمغاربيه وكذلك التعريف بالمقامات العربيه. فنتمنى منكم السبسكرايب واللايك والشير، طبعا البارتاج لدعمنا ولنواصل اكثر. اليوم بطلب من العدد من المشتركين فبغاو يعني صلوهات الشعبي السوري او الشعبي الشامي، يعني الذي الصلوهات اللي كيديروا في الحفلات والاعراس الشاميه بسوريا ولبنان. فاحنا طبعا بالنسبه للعزف السوري الشامي الشعبي فهو يعني في العدد من الاصوات اللي كيعملوها السوريين او الشاميين عامه، اللبنانيين والسوريين في الصلوهات كتقاسيم وسط الايقاع، يعني مع الايقاع او صلوهات وسط الايقاع، فما كيعملوها يعني بعدد من الطرق. فحنا غناخذوا بعض الطرق اللي هما متداوله في الشعبي السوري. غناخذوا بياتي على الله، والبياتي على الله تكون فيه فقط السي بالربع تون، تكون في البياتي على الله السي بالربع تون، وكممر الفضياز بالربع تون. غناخذوا ايقاع دبكه على سرعه 110، وناخذوا صوت الشاكولي هذا، وناخذوا ببعض التقاسيم، نطلقوا الايقاع شكل من الاشكال يعني في الشاكولي. كذلك ممكن نعملوا قصبة مثلا، ونعملوا ثم كننتقل واحد الانتقال، ممكن ان نديرو المجوز مثلا وننتقل. هنا في البياتي كنزيدو الدو دياز والري دياز، عفوا الدو دياز والري دياز، كنستعملو الدو دياز والري دياز باش كنعطيو عاوتاني واحد الانتقال، يعني هو مقام يعني شامي سوري. ثم كنرجعو للبياتي على الله، طبعا هادو بعض الانتقالات. كذلك ممكن لينا حنا في البياتي على الله ممكن ان ننتقلو مثل سيكا على الفاضياز، مثل سيكا نمشيو مثلا الفاضياز بالربع تون مثلا، غنديرو تبقى واضعين صبعنا على الري هنا ونلعبو هنا ما بين الفاضياز والصول.
كما قلنا هنا العديد من مش ممكن تلعب بالماجوس، ممكن بالشاكولي، ممكن كذلك بالصاز. ناخذ مثلا الصاز، قلنا هناك لعيب كثيرة. فقط ممكن أنكم تراجعوا من مثل هذه الصولوهات، فهي مفيدة في العزف اللبناني، يعني تدخشيو صولوهات وسط من الأغاني الأصلية، مثلا كتباياتي أو لكتينا هوان، فكتخشي مثل هذه الصولوهات. فالآن غنعاودو واحد النبذة كاملة مختصرة، غنبداو بالشاكولي. هذه كانت نبذة مختصرة عن طريقة عزف الصولوهات الدبكة، أي الشعبي السوري.